مده حكتا أساسك الشباب مراحل فربضن بسو مراي مراي آهايان أنوك غارو تاغن أو سري أو قرصون وحير كدبنا دانو حيكم دانو قدين محكمة ديه سلاميغا يوغو والعلاه لديه جري أمام عسكر كسلاح الدين لكن فكر أهان كدوانا محكمة دها أيغا إيو معسكر كي كلا إرهاس كمبوني لديه جري أو شيخ حسن تركي رحمة الله عليه وهو قامني مدوغا محكمة دها مركي أي سما يسمين أو سدح يطبن محكمة دوت أما سدح يطبن جروب كدواد أها جروب كمي تياهين أيغا إيو مركو حاسي قاري سوكو دوار هاس كمبوني معسكر يعني وي مدوبين قولي لديه جري بيت الأنصار من مقصوكو يالي يكون مدوبين محكمة دو هذا كعضان شعب بوها سيقود هجانكو محكمة دها هايستانو ونمان وذا دو هو كلا اتجاه يو عرقتي دوانا هادانو لكن هجون كيو دقال كي كعضان شعب بيها هايين وسلا سعودين كدب لحدي بلاد محكمة دو مركي دمادين أود قيب سيقي محكمة دونا محكمة دونا وحالوغو سليي قروبة دي مركا أحمد قدنا وكالتو حقايه وحوها قدقة فلينتا محكمة دها سقوم كسو عظم عسكر كسلاح الدين لكن ما كسما يقب الشذي ذي مقع شباب بالو قبطي أيوة ولي بكم إذا يسن راس كمبوني إيو ونقي على الشباب ومحكمة لها وليس لسو عظي ولك ولا كلاسو عظي جانس مركة كلاسو عشادة سي أي موقته وضطكو يسو إف بحضه لما سينين ومدلح بلوت قليا أي محكمة ذو هجرين كدبنا أود كحوق بلن وما قول نسي باتمد أيوك يوكال سعودها دانا يدور كوضا قلن وحي دعي لها بعد دعي كدب برنامج المقاومة دي بدب أب الله دي هدانا أنو قار أيوكوا أيوكي راس كمبوني دي ويكالا تغين سببتو أميدو غاس وحا قدومي أها عرالنين ليرادو يو قدومي كان نقضي مدحوين أحمد محمد سلام مدحوين جبالان كوحيغينو كان كوحيغين بو كان نقضي حيلي غاسي كدب مركي بربركي ودعي سوى مجا اسوى تايو جدومي جبوينكا اما جبالا هوسى يكون نقضي مدفعين جبالان و هيلغاس و هيجينكا و ركنا ها كدم كبربك و دعي محكم ذا بربران و تي مقاوى مدى بنمش كيسى بنمش كذا و دب بلوذي شربا مركا ليسوك تاغي اريتريا اسمارا عرالا مركا يوم مدحكا لا توالى صعدا هالاغا قطي جبوتي مر هدي قدومي أورور كينا لقبتي كحيجين كيسانا هوري لقبتي ويساقو قدومي جبالة هوسا إتوبيا لوحرة إتوبيا لوحرة أورور كي مركا ساسو كبربوري شحسن وحي سيقار بو لبحي دوبلي وفردي دوبلي يرهاس كمباني وقالي ويسكسو فيجي ولي بمركي دنبا انتي قوتاقين أحمد قدنا يو جروب بودي شفوات شام قالي وغدا سعودا ويسكسو عايري لينكي القاعدة حل لقاسنا شحسن كهيستي وحق أقانسيك عالميا إساقا كغا باور سري ونكما غا سري أيو مركب من بالن يرا يأي هايان توهما بضن بوكا قبيب اسكسو عايري كدي مركب أيوغا أونوكا يأي مقاومة دي قيب كميتا أي هايان مقاومة دي مركب قروب يوفر بضن بأي هايان حقا حبت دي كليا كميتا يسان لكن أن اسكو قريو أهاين اسكو أهداف أهين إسكو مبادئ أهين قار إسكو دووي جيرين كدب وي حوغيستين قبل دي كو حوغيستين واتي قار أقول لواقين إنا يغو إيسان كو جيرين شركي أسمراء إيو أرور كي لغو صور ديساي إيسان كو جيرين وإيسان كميد أهين نمبا واقب قاتي ومحجين لدي جيري ومركي دنبادان حاشر لدوقي لسمر راب لغو ديلي كجيدي محاضر هذا كورنا عن شيء كدي مركي قارو استهجن دقال ديرو قبل الله إيو ميالا بضان إيكا قالين قارهان كونفورتا مغالين بضان بيسوا قبسدين حرم كوغو هريسي ما كسمايو يو حالوغو قبتي مركا إيجا إيو أرور كيرهاس كمبوني أي وضا قبسدين إيو أرور كالو اللي ديتير عانو لي ميشي مركي اللي قبتي مامو الوذاك أهل لقرد سي أرهاس كمبوني إيو الشباب إيو عانو لي أي كومي دي سيين حمرك قدومي وها إبراهيم أفغان أما منك اللي ديه جري معنا علي مركة تما يكود لي دونان براوة شاوك الحديثة شاوك الحديثة مركة مامو كاس
sidoo isku haystay Ibrahim Afgan marka nin capacity weyn buu ahaa tan maskaxiyan Ahmed Godan had ka maskax weyn buu ahaa sababtoo ah isagoo Mareykanka jooga ya Abdullah Azam soo kaxay Afghanistan keenay oo midowga Soviet-ka bariga la diray khibrad ahaan iyo aqoon ahaan iyo waayo aragnimo inta uu kaga sareeyay maamulka marka saddexda group ka kala yimid buu isku habaystay isku dubaritay imaara caadi uu ka dhigtay ha saddexda ururna lacagta ka soo baxda maamulka percentage kula hayaan markii dambe markay isagii ba gaar la noqday shabaabku markuu culays bay u arkeen ninkan awoodiisa inta la eeg lacagna haysta wax maamulaya raas kambooni ayuu gaar loo riixay aanu la hoodi xubnihii ooga mid ahaa maamulkana laga tashkiilsaday oo Ibrahim toos u hoos tagay markii khilaafyo badan baa dhashay shabaab markii khatar bay dareemeen chance in way heleen oo ah inay ka faa'iideystaan kala duwanaanshahaas dadii madaxweyne Axmed Oole soo daayay raas kamboonidiisi dib u abaabushay annagu naftirkeena aan ka mid ahaa ka Ibraahinaan waxaa marka dhacday inuu Kismaayo yimid shabaabka dagaal bay abaabuleen dagaalka Kismaayo ka dhacay oo marka Xisbiga Islaamiga u dhexeeyay shabaab abaabulkiisa shabaab baa lahaa wuxuuna ahaa dhagax laba shimbir lagu dilay Ibraahim Afgaanna waxaa looga qaaday maamulka iyo baawarkiisa raas kambooni Xisbiga Islaamna waa lagu riixay Ibrahim Afgan maanka waxa lagu dambeeyay marka khilaafkii isaga iyo Axmed Godana dhexmaray waa ku dhiman doona marka dambe marka kadib way awoodaysteen oo xisbigii bay ciidan fara badan iyo rag ka waadir ay ka tashkiilsadeen kadib Xisbiga Islaamkii asna gaar u sameeyay adii dagaalo dheer kadib ayagii ayaa ku soo haray saaxadii oo 2010kii wixii ka dambeeyay sidii ay marka gobolladii dalka oo dhan ayagoo hal maamul leh Axmed Godana uu amiir u yahay ayay isku fidiyeen isku ballaariyeen asaaskoodii marka sidaas u ahaa tanaaxurkan iyo isriixriixan islaamiyiinta gudahooda ahaa ama xisbiga islaamiga shabaab ha ahaado ama muqaawamadii oo marka urur aysan noqonin dhexdooda ama midowga maxkamadihii oo iyaguna kacdoon guud iska ahaa laakiin kala aragti duwana intaas marka waxay qayb ka ahayd dagaalka 15 sano jirsaday yey qayb ka soo ahayd kadib marka in shabaab keligooda toos loola diriro ayaguna waa marxalad ka mid ah maraaxisha dagaalka 15 sano ilaa haddana taagan waxaan rabaa intaan su'aasha labaad u gudagelin kala tagaas iyo isku soo dhawaashaa sanad waxaa jiray caamul jamaaca ay dhaheen waa 2010kii bay ha xisbiga islaamiga iyo shabaab goor ma ayagana kala tageen oo ma shabaabki xisbiga ama shabaabka gudaha shabaabki xisbiga shabaabka xisbiga weligood ma ayna heshiinin way kala aragti duwanaayeen hadda waxaa jirta maray isku tageen oo Sheikh Xasan dhankan garabkan kale uu hoggaaminay waa la qasbay caamul jamaacuhu magacu iska ahaayee waqti dagaal buur hakaba ku dhex maray oo rag laga laayay xisbiga oo la soo qabsaday buur hakaba oo leega laga soo kiciyey oo afgooyay dagaalkii u dambeeyay uu ka dhacay oo ceelash Ismaayil uu ka sii horeeyay ceelash biyaha markii caamul jamaaca lagu leeyay idaacadihii ay lahaayeen baa xoog lagula wareegay ma ahayn aragti xisbiyada ma ahayn oo wax inta laba garab wada fadhiisteen oo ajandayaal iyo qadaayaad laga wada heshiiyey way ku kala aragti duwanaayeen qadiyada Soomaaliya way ku kala aragti duwanaayeen magacan jihaadka naftikiisa way ku kala aragti duwanaayeen xisbiga oo kaleeto warqad shaxs daahir uu ku saxiixan yahay documentary ahaan baan u hayn jiray laakiin nasiib darro way iga dhuntay waa dambe oo xisbiga aragtidiisi Soomaaliya dowladda ay ka rabaan noocay noqonaysa xuduudaheedu kaga hadlayo way aaminsanaayeen ayagu waxaan la yiraahdo xuduudahan say speak oo xuduudda Soomaaliya meesha maanta ay tahay diblomaasiyiin ajnabi ay la kulmi jireen oo safiirka Liibiya u fadhi jiray ay la kulmeen way jirtay idinka ka warqaba marka way ka furfurnaayeen noocan ma laakiin shabaabku ay waxay aaminsanaayeen wax la yiraahdo al-awlama ama al-jihad al-alami wax la yiraahdo xuduuda Soomaaliya ma aaminsana ninka Kenyaanka ah iyo kan Soomaaliyeenisa Soomaali kala lahayn imaara islaamiga kaliya imaara islaamiga kaliya yaani imaara islaamiga xuduud lahayn walaha kaliya la siiyo al-qaacida iyo Taliban iyo wixii la halmaala marka aragti ahaan sidaas ku kala duwanaa xisbiga markii la soo cunay intii yareeda u hartayna waa la qasbay al-shabaab dagaalkii ka soo bilaawday xilliga hoggaamiyeyaal fara badan laga dilay aadan xashi ciirow oo marka Salaaxuddin garabkaas ahaa si laftiisa hoggaamiyihii ugu sareeyay oo xilliga dambe Axmed Godana la dilay Duliyadeen laftiisa la dilay dhexdoodana macalin Burhaani dad bay iska laayeen Ibraahim Afgan waxaa lahaa marka ragga dhidibka u aasaasay ee tiirarka ahaa ee fikirka Al-Qaacida ka keenay Afghanistan iyo Al-Qaacida ka soo miin guuriyay dilay dilay shabaab halkaas ay ku hari doonaan weli ma harina macalin dagaalka uu socdaa waa sax su'aal iyaduna aad muhiimsan weeye
waxa mar haday fikir yihiin fikirka ee qofka dhintay fikirka lama dhinto ee dadkuna fikirku isu gudbiya tusaale hada alqaacido kale to madaxdoodi waa la lahayn wali fikirkiinu wuu jiraa oo wali dad baasi aaminsan waxaanu waqti bay qaadan doonaan oo ayada naftirkeeda hadda fikirkoodii sidii hore maanta maaha oo dad badan oo ayagoon ku dhex jira wali sidii bilowgii ay ahayd xamaasadii iyo xurqadii ay u qabeenaysan u qabin marka madaxdood la dilo waxa ka muhiimsan in fikirka laga abaaro fikirna haduu qaldan yahay fikir saxan baa lagu saxaa haddii qofkii aad dishay isagoo aaminsan waxa uu u dhimanayo inay fikirkiisa yihiin kan ka sii dambeeya wuxuu leeyahay asna maadaama ninkii ka horeeyay fikirkan u dhintay adna ku dhimo inuu xaq yahay waxaa jirtay mar isdaaraad ay sameyn jireen la yiraahdo magac bay lahayd waxa u daliila yacni in aan aaminsannahay fikirkan aaminsanay inuu sax yahay waxa u daliila dimaau qaadatina madaxdeena dhiiggooda marka inuu qofka dhintana waxaan u dhintana ma tusinayso waxaan inay sax yihiin wax saxnimadoodii waxaa laga fiirshaa siday diinta ilaahay u waafaqsan yihiin ee qof baa u dhintay iyo qof baa u nool midna daliil uma noqoto laakiin lijahlin yaa ay sidaa u aaminsanaan marka in shaqsi la dilo axmed gudanaa la dilay sistemkii imaamulka sidiisa u dhisna guud ahaanna ururkaase kambani buu u dhisan yahay marka kambanigana haddii maamulaha keliya ama laga shaqada laga cayriyo ama uu ka dhinto shaqada inteedii kale sideeday u soconaysaa sababtoo waa dad kala koreeya oo kala sarreeya oo maamul iyo maxaa la yidhaahdaa lawaa'ix idaari ama salaaxiyaad kale leh nin walba shaqadiisa meeshay ku eg tahay wuxuu qaban karo wuxuusan qaban karin iyo kulli ay dhisan tahay oo dowlad ahaan ay u dhisan tahay marka in amiirka keliya la dilo waxba ma soo kordhinayso way waa maadsan tahay.